الناس من امريكا جايلك مخصوص من امريكا وجايين بيقولوا لي وديني عند احمد عبد الله شيف احمد. النهارده نلاقي حاجه كويسه ولا نأجلها؟ اه باذن الله اجيب لهم ان شاء الله ان شاء الله. طبعا يا جماعه انا هلف عشان اوريكم عايزاها كبيره بناء على طلبهم. احنا بنتابع الحلقه مع بعض يا جماعه. عايزين ياكلوا كابوريا قالوا مش هناكل غير من عند احمد عبد الله. كيلو عنده حجاري يا جماعه وعنده بكره ده وصل دي كيلو. ها هيجي كيلو ده دي ديكورة هنجيب لك الفتيات هناك يعني وبطرخها ان شاء الله اجيبها لك باذن الله. الاستاذه ام عمر قالت لا انا عايزه كابوريا مبطرخه. نتعلم مع بعض يا استاذه زي ما شفنا في الفيديوهات. الكابوريا المحنيه دي كنال ولازم لما تيجي تاخدي الكابوريا تاخدي تلاقي العظمه هنا ناشفه. لو هبطت من ايدك عرفي انها فاضيه وما يكونش طالع منها سفنج عشان بطها خلاص. تمام. وما ناخدش السفنجه زي ما قلنا في فيديوهاتنا عشان بتكون نزلت. احمد افتح لي دي. احمد افتح لي دي كده. بصوا يا جماعه خلاص بقت خبره يا عم احمد برضه. معلش اهو بصوا يا جماعه الحمد لله هجحرك يا استاذ. الله ينور بطروخ الكابوريا ده ربنا يبارك للي ياكله. جميل في الطعم. الراجل الطيب ده عامل لك شغل جامد قوي على فكره حاجة. اه والله العظيم وهو يستاهل كل خير. يعني احنا جايين هنا على حسكم كلكم والله ما في يوم الا ما كان بيتصل باولادي يطمن عليا اي حاجه. دي لو ما لقيتنيش ما بتاخدش على فكره. يعني لو مش حلو هيقول لك مش حلو لو حلو هيقول لك خدوه. طب خش بقى على قناه جوهر السويس على اليوتيوب وتتعرفي تعرفي احمد. بصوا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك؟ ده طلبك؟ انت قلت عايزه كابوريا من ناتش مبطرخ. اه هي يا ست الكل. هنشوف ان شاء الله يا جماعه طلب الفاضل مشرفني النهارده جايين مخصوص من امريكا. عايزين 2 كيلو ناتش. هي بقى هتقول لك الباقي. انا قلت الرقم هي تقول لك اللي في النص. عايزه نتي. حاضر يا عم. مع ان الديكوره حلوه في الاكل وفي الشوي. لو عايزين ضخم بس الديكوره حلوه لما تكون النتش كلها عصفور. آه الله يبارك. شفت اتعلمت منك اهو لما تكون مسافرين. ماشي بس في الديكوره حلوه بس الديكوره الديكوره ممكن حضرتك انت دي هتشويها او هتسويها. ماشي هتشويها. بص يا عم احمد بيعمل طريقه الكابوريا الكبيره دي بيجي يفتحها ويتخلص من الخياشيم والمصارين بتاعتها ويحشيها خلط سنجاري بالجمبري ودخلها الفرن تانية. خرافه الدكوره. بص يا عم احمد ماشي دول برضك لحبايبك عشان ايه هي مالت عشان الجو حر بس لكن دي بص حضرتك تاخديها ووريك الدكوره ووريك النت دي لحمها فص يعني يا جماعه الفيديو ده فيديو مزدوج تعريف بالكابوريا وطريقه شراء الكابوريا وصاحبا لاحبائنا واشقائنا يعني دول يعملوا كيلو وزياده بس كده من دوله السودان ومقتربين كيلو 132 يعني الثلاثه عاملين كيلو 132 دي ما شاء الله صغر. بس ركز لنا على نت الالات بتجي المباطره ان شاء الله. دول اللي فوقهم دول خلاص ولا دول حضرتك عاملين 135 درجات كام كده حضرتك قلتي بلاش السفنجه هتبقى مش مبطرخه فاضت البطروخ بتاعها. ايوه ولحمها يبقى هزيل شويه الحاله دي تاخد الديكوره عشان هيبقى لحمها واقع هتبقى الاثنين محصلين بعض بالظبط يبقى الديكوره احسن. بنتابع مع بعض يا جماعه. كابوريا اناتي البطرخه مؤمن هتعمل فيها ايه دي يا مؤمن؟ هشويها يا ريس. هتشويها جوه؟ اه هشويها جوه ان شاء الله. طب يلا بينا.
بتاخد وقت قد ايه وش اول؟ بتخلص في ثلث ساعة عم احمد. وشين؟ وشين ان شاء الله ثلث ساعة اكون خلصان ان شاء الله. ايه اخبارك؟ هنقلب الكابوري يا عم احمد وتاخد وش تاني. خدت وش الاولاني. بعد كده هناخد المارينيه بتاعها بس كده امورنا يا عم احمد. لو سمحت ام عمر انا عايزه بصل مع برتقال كده حاجه ولا اروع. على ايه؟ على الكابوريا؟ عليا. تمام يا حبيبي. الوش الثاني في الفينشينج هتحط ولا مريحه خالص هناك على الهادي خالص يا عم احمد عشان ما تنشفش مني برضه. صح. وعشان ما تتكسرش. بالظبط كده يا عم احمد. نعم. الكابوريا كمان خلصت كده اهو. استوت كده واستوت. هنطلع اكبر واحده عشان نطمن اللي هي ايه؟ ان هي مش طريه من جوه. مستويه. تعالى يا استاذه اللهم صل على النبي. اللي كنت بتكلم مع حضرتك فيه تعالى ابو عمر. كابوريا مطرفه بسم الله ما شاء الله. ناشف ومعضعض. البطروخ هيبقى زي البطاطا او زي الايه يعني متماسكه. هناخد مارينيشن بقى عليها هو حسب رغبه الاستاذه والاستاذ ابو عمر. هيتحط عليها مارينيه وشويه بقى اللي هي كمون بالملح بالفلفل. بالظبط كده. والملح والمارينيه هي عشان دي كابوريا مشويه لازم تاخد مارينيه عشان لا عشان الطعم ما يتغيرش. هي حاضر. هي وجهه نظرها. حطيت ملح وحطيت كمون. تمام كده. دي كابوريا حسب رغبتهم. كمون وملح فقط. فلفل اسود خفيف كده. تمام كده. انا معاك. تقول الكابوريا ايه؟ المحشيه. تعالي يا استاذه. تبارك الله. مش عايزه وش هي كده؟ عايزه وش تاني على الناشف. عايزه وش. اي وش من غير الالومنيوم. من غير الالومنيوم. تمام. ما هو شيف بقى يا جماعة هنعمل ايه؟ خليك في الكابوريا بقى ايه؟ المشوية رصت على سفة. ايوه الله ينور عليك. عشان ما تاخدش مساحة وفي نفس الوقت معايا يا معلم. بسم الله ما شاء الله الكابوريا زي ما هي اهيت. بسم الله ما شاء الله. ايديها بتتحرك ومش ناشفه. الله ينور عليك. ده اللي انا بقول دايما يا جماعه مش اللي يشوي يحمص ولا اللحم مقدد ولا ايه راي حضرتك؟ لازم الحيويه بتاعت اللحم موجوده. ان شاء الله. حتى لو انت حضرتك كسرت الدراع بعد كده هتلاقي فيه لحم مش ناشف. بقول لك الاولاد بيعتزوا بيك قوي يا عم احمد. ماشي يا عم احمد عبد المقصود اللي انت بتشوفيه عن المقاطع عندك في الفيديو. راجل محترم جدا جدا وده قصر السويس. يعني عمنا كلنا عمنا كلنا عم احمد. ده فخر ليا وفخر لقناه جوال السويس ان الحاج ابو طالب بنفسه يشرفني ويثني عليا. ده عندي سعاده في الدنيا ولما كل اولاده كمان بيحبوني فانا اشكركم من كل قلبي يا حبايبي. الله يكرمك. الله بيقولوا لك الله يصلح حالك ويرضى عنك. وان شاء الله في زياره ليك وان شاء الله عند بابا باذن الله. الشرطه تمام. لف يا مو سنجل. انا يا عم تمام يا حبيبي كده احنا خلصانين. دي الكابوريا المحشيه اللي حضرتك طلبتيها. دي المحشيه جمبري. المحشيه جمبري. الدكوره صحة وألف عافية يا رب. الله يخليك. اتفضل. الرز بعد ما عملته الأستاذة فايزة نلف الشعور الجميل ده. بالظبط كده. اتفضل يا مؤمن. معانا مؤمن يا جماعة. حبيبي يا عم أحمد. اتفضل. على الاسترتش خلف دور. ما شاء الله
Thank you.